شكرا يا كريم، وشكرا لقناة النادي الأهلي على دايما ان هي بتغطي كل الفعاليات والأحداث اللي موجودة داخل النادي الأهلي. وفي الحقيقة النادي الأهلي مؤسسة وطنية كبيرة، وهي جزء من الاستراتيجية المصرية، بتسعى دائما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس الجمهورية في الحقيقة. واهتمام فخامة السيد الرئيس بهذه الشريحة اللي هي بتمثل جزء أصيل من المجتمع المصري، والنهاردة احنا يمكن كنا بالأمس القريب بنحتفل كلنا في جمهورية مصر العربية بالنسخة الرابعة من قادرون باختلاف، وكان في استجابة سريعة من النادي الأهلي لطلب ابننا محمود، وكان أيضا معاه النهاردة تاليا اللي كانت ضيفة عزيزة علينا النهاردة في النادي الأهلي. وفي الحقيقة كمان الكابتن محمود كان حريص النهاردة أنه يحضر هذا اللقاء، وكل قيادات النادي الأهلي ممثلة في مدير النشاط الرياضي، رئيس جهاز أصحاب الهمم، وأيضا رئيس جهاز ألعاب القوى، لأن احنا نشوف احتياجات ولادنا من أصحاب الهمم ونبقى جزء أصيل في تنفيذ التوجهات المصرية لهذه الشريحة وإدخال السعادة والسرور على كل أفراد الأسرة المصرية. وإحنا يمكن كنا النهاردة لمسين ده في عيون والدة محمود وفي عيون بنتنا، سعادتها البالغة إن هي في مؤسسة وطنية عريقة بحجم مؤسسة النادي الأهلي، اللي في الحقيقة اللي هي جزء من التاريخ المصري الأصيل، وجزء أيضا من رؤية واضحة لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لأصحاب الهمم. يمكن احنا النادي الأهلي مش بس بنلبي الطموحات بتاعت أولادنا اللي بيبقوا في الفعاليات اللي موجودة برغبتهم للانضمام لأسرة النادي الأهلي الكبيرة ثم أسرة النشاط الرياضي، في الرياضات التنافسية بيتم تنظيمها تحت قيادات مؤهلة زي كابتن عجمي وأيضا رئيس ألعاب جهاز ألعاب القوى. لكن احنا كمان عندنا في النادي الأهلي أيضا لجان أخرى بتبقى بتقدم مجموعة من الخدمات المتميزة. عندنا لجنة أصحاب الهمم، دي لجنة موجودة في اللجان العليا للنادي الأهلي، ويمكن عندهم بحسن الطالع حدث مهم جدا النادي الأهلي حريص أنه هو ينظمه سنويا لأصحاب الهمم، مسرحية بيتم تنفيذها بالكامل بقدرات ومواهب أصحاب الهمم، هم اللي بينفذوا هذا الشأن في الحقيقة وهذا العمل الفني اللي بيبقى دايما مبدع. ومجلس إدارتنا كله بالكامل في الحقيقة بقيادة الكابتن محمود بيبقوا حريصين على توفير كل التسهيلات، لأن دولت ولادنا ودولت عندهم قدرات إبداعية. يمكن إحنا شفنا بنتنا تاليا إزاي عندها قدرة إبداعية في الغناء، في الغنى، وبتغني بشكل كلنا كنا سعداء بيه. أيضا ابننا محمود قدراته أيضا في رياضة ألعاب القوى وطموحاته الأكاديمية أيضا في أنه يكون أحد طلاب كلية التربية الرياضية، وده كان أيضا محور في الحديث والنقاش اللي تم بينه وبين كابتن محمود. حتى كابتن محمود كان بيستفسر يعني عن كليات التربية الرياضية، هل هننشئ كلية جديدة لأصحاب الهمم؟ كان الحديث واضح مع أيضا المهندسة أمل مبدأ في هذا النقاش اللي دار يعني، وبتأكد على أن بس يبقى في برنامج ومسار لأصحاب الهمم. وده برضو إحنا يمكن برضو واحد من المحاور الرئيسية لينا في النادي الأهلي، أن إحنا بنقدم برامج أكاديمية بالتعاون مع بعض الجهات، منها الجامعة الأمريكية وخلافه. أعتقد أن ده برضو هيبقى بالنسبة لنا محل تفكير. أنا الحمد لله وجودي في النادي الأهلي بيمثل الفخر طبعا، لأن ده بيتي من زمان، وأنا سعيد جدا من الكابتن محمود الخطيب أنه أضافني للفريق وقال لي إن شاء الله هتنزل معهم تمرين قريب، وأنا الحمد لله. يمكن كواليسه كجرأة مهمة جدا منك مع فخامة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي ان انت تطلب منه هذا الطلب، ويمكن كمان طلبت طلب مهم جدا وهو طلب ان انت تكون اعلام رياضي ويكون ليكوا هذا الامر. شفت المناقشة وشفت الاجابة المعتادة الحقيقة من فخامة الرئيس ازاي؟ لان اكيد الامر ده هيتحل معك. يعني الحمد لله هو فعلا الامر بدأ يتحل، وطول ما معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل حاجة لينا هتتحل ان شاء الله. تيشيرت ودرع، ويمكن الكابتن كمان مضلك على درع للنادي الاهلي، بيمثل لك ايه؟ واللقطه دي انت يعني شايفها ازاي بالنسبه لك؟ يعني حاجه للتاريخ بصراحه ان الكابتن محمود الخطيب يبقى معايا امضته على الدرع بتاع النادي، ويعني اليوم ده مش هيتنسي من عندي خالص. يعني مش هطول عليك، لكن هاخد منك رساله للنادي الاهلي لكابتن محمود الخطيب. حابب تقولي الاول للنادي الاهلي وتقولي رساله شخصيه لكابتن محمود الخطيب. رسالتي للنادي الاهلي احنا ان شاء الله بالفريق اللي معانا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه، وربنا يوفقنا في اللي جاي، واحنا داخلين على كاس عالم، ربنا يوفقنا يا رب ونرجع بحاجه حلوه. يعني كابتن الخطيب اشكره طبعا، يعني كابتن غالي عليا وكان حلم من احلامي ان انا اقابله، والحمد لله ان قابلته النهارده، يعني شكرا جدا جدا.
بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم لليوم. شكرا للكابتن خطيب وشكرا للنادي الاهلي. يعني طبعا انا فعلا كنت بتشكر جدا مع الكابتن محمود خطيب السنه دي. يعني في حاجه بتكون عجباني ان انا اكون هنا. ايه الحاجه اللي عجبك ان انت تكوني هنا في النادي الاهلي؟ ان انا ايه، بصوا ان في دي العلبه دي ومعاهم. انا عرفت ان الكابتن اداكي تيشيرت واداكي الدرع بتاع النادي الاهلي واداكي، هما كده كده الناس هتشوفها. انت بس الحاجات دي عجبتك؟ طبعا يا طبعا. ايه اللي عجبك فيها؟ انت بتحبي النادي الاهلي؟ اه طبعا. ليه بتحبي النادي الاهلي؟ عشان انا اهلاويه. برافو عليك. قولي لي الكابتن قال لك ايه النهارده؟ الكابتن الخطيب قال لك ايه؟ انا شايفه عمال يهرج معاك. هاتي عصير مانجا. طب هاتي حاجه حلوه. طب هاتي. بقول له انا عندي برد. ما ينفعش. كنت عندي برد. انت بقى عايزك تقولي كلمه للنادي الاهلي وللكابتن الخطيب النهارده ان هو في جايبك النهارده وقعدتي واداكي هديه حلوه، حبي تقولي ايه؟ عايزه اقول شكرا للنادي الاهلي وشكرا للكابتن محمود خطيب.